محمد برادة وعبد الله العروي ومعهم صاحب الفروسية أحمد الجاطي سنجد أن الرواية العربية والمغربية والعربية قد تجددت لم تعد يعني مرتبطة السارد الأحادي الرؤية وإلى آخره. هنا سأميل إلى الجانب التنصيصي أو جانب التناص بين البركة الحجر والبركة وبين محاورتك بوعي أو بغير وعي، وأنا مؤكد أنها بوعي وبوعي دقيق جدا، حيث أجد أن هذا التصحيح يدخل إطار تجاوبك مع عبد الله العروي، حيث إن البطل هنا في الحجر والبركة تمرد ولا يريد أن يكون مطواعا كما هو الحال بالنسبة للمعطي في عصا البلياردو، ولا يريد أن يكون عدميا كصادق في رواية كرة الثلج. هنا نجد أيضا أن إدريس في كبطل من أبطال عبد الله العروي يختال في رواية الغربة واليتيم، ويقفز إلى رواية الفريق، ثم يتربى عرش رواية أوراق. هذا الجانب. الجانب الثاني هذا التنص مع لعبة النسيان، حيث إننا مع الحجر والبركة لا نقرأ سيرة سليمان فقط، وإنما هي قراءة لجيل، لمرحلة تاريخية تتحول تتغير، تحاول الرواية أن تكشف عن عيوب وعن مطبات وعن الخلل الموجود في المجتمع بأشكال متعددة. نفس الشيء أو مختلف إلى حد ما فيما يخص لعبة النسيان، حيث إننا نجد أنها سيرة لمرحلة مغربية تحاول أن تكشف عن مجموعة من الإحباطات التي كان المثقف وكان الإنسان المغربي يحلم بها بعيدة الاستقلال. طبعا الحال لن أضيف إلا شيئا واحدا إذا سمحت، ما يجب أن يقال عن الرواية، وأنا دائما يعني معروف بهذا النوع ديال الشراسة، أضم صوتي إلى صوت سليمان الطهلي، من لم يقرأ الحجر والبركة يجب عليه أن يقرأها لكي يتعلم الرواية.